بناء على التعليمات سيد وزير التجارة، يقوم عون التجارة وكل مصالحها بخرجات ميدانية إعلامية تحسيسية، واليوم بالتحديد خرجنا مع عدة قطاعات شاركنا هذه العملية نقوم فيها من خلالها بتحسيس التجار بضرورة تجهيز محلاتهم بأجهزة الدفع الإلكترونية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 113 من قانون المالية 2024 ليلزم كل تاجر أنه يوفر في محل تاعو جهاز الدفع الإلكتروني قبل نهاية السنة، لأنه بعد نهاية السنة سيتعرض المخالف لما يحوش جهاز الدفع الإلكتروني في محله إلى عقوبة قدرها 50,000 دينار. لذلك احنا من خلال هذه العملية التحسيسية اللي عندها مدة وحنا نقوم بها ندعو فيها التجار للتوجه إلى البنوك أو بريد الجزائر باش يسحبوا هذه الأجهزة، وهذه الأجهزة نقول للتجار راهي مجانية. توجو نحبوا نسهلوا طريقة الدفع للمواطنين تاعنا، حيث كاين أكثر من طريقة دفع. طريقة الدفع الجديدة اللي راهي كاينة هي طريقة عن طريق البطاقة الذهبية والبطاقة البنكية، حيث عرفت رواج كبير قيام القليلة الماضية، حيث أصبح كثير من المواطنين يستعملوا البطاقة الذهبية والبنكية، حيث بلغت النسبة أكثر من 16 ولا 17% بعد ما كانت 2 ولا 3%. الدفع الإلكتروني هذا حاجة مليحة، تسهل علينا كي نجيو نشريو، ما تكون ماك شرفت معاك دراهم ولا، ومام ثاني تكون لاكارت تاعك فرغانه ما عندكش دراهم، يقدروا حتى يديروا الكريدي تاع 100 دينار كي تخلص من بعد يعاودوا يريكيبيريوه.